ويلكم تو مستر احمد البرماوي انجلش شانل. مرحبا بكم في قناه مستر احمد البرماوي اللغه الانجليزيه، قناه اللغه الانجليزيه مرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه. بس ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل سبسكرايب وتسيب تعليقك، شكرا. مرحبا بكم في مراجعه اللغه الانجليزيه اونلاين على قناه مستر احمد البرماوي برعايه معالي وكيل اول وزاره الاستاذ رمضان عبد الحميد، ووكيل وزارة الأستاذ عمرو شحاتة، ومستشارة اللغة الإنجليزية المستشار أيمن يوسف، ومودي عام اللغة الإنجليزية الأستاذ ثروت لاشين، ومدير عام إدارة ديار بنجم الأستاذ صابر طه، وطبعا إعداد وتقديم مستر أحمد هاشم البرماوي مودي أول للغة الإنجليزية والإدارة. نرجو لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي. النهارده هندي موضوع مهم جدا اللي هو writing paragraph. writing paragraph ازاي نكتب paragraph. اولا ناخد some definitions، بعض التعريفات. what's a paragraph؟ ما هو الباراجراف؟ it's a series of sentences، يعني سلسلة من الجمل او مجموعة من الجمل. about a certain subject، على موضوع معين. طبعا ما تكتب paragraph على موضوع واحد، وعادة بيبقى مثلا موضوع شامل. It doesn't matter how many paragraphs، ما يهمناش كم عدد الباراجراف، يعني الباراجراف اللي تكتبها ما يهمناش كم عدد الجمل بتاعتها. It consists of a topic sentence، عايزين الباراجراف بيبدأ الأول بـ a topic sentence، جملة الموضوع. بعد كده three supporting sentence، ثلاث جمل مدعمة للموضوع، شرح الموضوع. وآخر حاجة a conclusion sentence، جملة الخاتمة. It started on an intended line، كلمة intended line يعني بعمل هامش في أول سطر. It has 5 to 7 sentences، الباراجراف الكويس بيتكون من 5 لـ 7 جمل، لا أكثر ولا أقل. بعد كده هنشوف parts of a paragraph، أجزاء الباراجراف. Number one topic sentence. Topic sentence اللي هي the first sentence، جملة الموضوع اللي هي أول جملة، لازم introduces the main idea، لازم أقدم main idea، الفكرة اللي هي الرئيسية. يعني مبدأ أول جملة كده بقول مثلا no one can deny that، محدش ينكر ذات مثلا tourism is very important، مهم. بتكلمت عن إيه؟ عن توريزم. يبقى انا قدمت الموضوع زي ما اقول لك introduce yourself، قدم نفسك، تقول my name is فلان، تمام. يبقى لازم الانترودكشن او بنسميها topic sentence بتبقى فيها اول جملة بتقدم فيها الموضوع. تاني جزء supporting sentences او سميه body paragraph. body of the paragraph اللي هو طبعا موضوع الباراجراف، او supporting sentences جمل المدعمة اللي هي شرح بقى. it explains، جمل دي بتشرح. The topic sentence، جملة الموضوع، ما اتكلمت عن السياحة مثلا، يبقى هبدأ أشرح ماذا هي السياحة كده وهكذا. يبقى topic sentence by presenting، بأنك بتقدم facts، حقائق، examples، أمثلة، and information about the topic، ومعلومات عن الموضوع. It develops the topic sentence، هي اللي بتطور أو بتشرح topic sentence، جملة الموضوع. الجزء الثالث والأخير بنسميها closing sentence. closing sentence أو concluding sentence اللي هي جملة الخاتمة. it ends the paragraph، الجملة دي بتنهي الباراجراف. it summarizes، عادة بتلخص. and restates، وتؤكد the main idea، وبتأكد الفكرة الرئيسية، بتعيد تأكيد الفكرة الرئيسية إن السياحة دي مهمة. يبقى ده إزاي نكتب باراجراف وأجزاء الباراجراف. تالت حاجة types of a paragraph، أنواع الباراجراف. عندنا 4 types of a paragraph، أربع أنواع للباراجراف. Number one descriptive، عارفين describe يعني يصف. descriptive paragraph الموضوع الوصفي، من اسمه كده يعني بيوصف حاجة طبعا. بقى describes بيصف a noun، اسم، event، حدث. it uses the 5 senses، عادة طالما هوصف يبقى هستخدم ال 5 senses، الخمس حواس، اشوف بعينيا، خليك انت كقارئ بتشوف بعينيك وتسمع بودنك وتتذوق وهكذا. يبقى بستخدم ال 5 senses of touch، حواس الخمسه اللي هم التاتش، اللمس، سميل، الرائحه، تيست، تذوق، سايت، المنظر، ساوند، الصوت. to leave a strong impression، عشان اترك strong impression on the reader،
اترك انطباع جيد عند القارئ. يبقى ده معنى وصفي، بوصف لك بقى لو مكان، بقول لك ده المكان ده رائع جميل، ده ريحته حلوة، ده شكله كذا، ده انت وانت فيه بتسمع صوت كذا، يبقى ده اسمه ديسكريبتيف، معناها موضوع وصفي. نمبر 2 نيريتيف باراجراف، باراجراف الروائي، من اسمه برضو روائي، يعني بحكي قصة أو أروي حكاية. يبقى it tells a story، بيحكي قصة، an event حدث، or an account. account هنا معنى حساب، معنى سيرة، سيرة شخص أو حياة شخص. account of a person's life، سيرة حياة شخص. during a period of time، أثناء فترة من الوقت. النوع الثالث expository paragraph، اللي هو الباراجراف التفسيري. خدنا الأولية قلنا إيه اللي هو descriptive الوصفي، وnarrative اللي هو الروائي، ثلاثة expository اللي هو طبعا الباراجراف التفسيري أو الشرحي. ده من explain كده يشرح. طبعا it gives information، طالما بيشرح يبقى أكيد ده باراجراف بيعطي information، معلومات، بيعطي directions اتجاهات، instructions تعليمات، to explain something happens، ودي مع المدرسين بالذات يعني، وبتعطي طبعا اي وصف للشيء بيحدث. it contains words like first then next final، عارفين لما عاوز اعلمك اي حاجه اقول first اولا then بعد ذلك next finally في النهايه، دي اسمها instruction تعليمات او توجيهات. number 4 persuasive، عارفين persuasive اللي هو الباراجراف الاقناعي، لما عاوز اقنع حد بحاجه. طبعا it tries، هذا الباراجراف بيحاول to convince، عارفين convince بتساوي persuade يعني يقنع. the reader بيحاول يقنع القارئ of a particular idea بفكرة معينة. opinion of something أقنعه برأي في حاجة. it gives reasons وعادة بدي أسبابي that support the main idea اللي بتدعم الفكرة الرئيسية، طالما إقناعي يبقى لازم أديك أسبابي ليه أنا بقنعك بهذا الشيء. وصلنا الآن خلصنا بقى how to write a paragraph، ازاي نكتب باراجراف وانواعه. نخش على الايساي اللي هو المقال، او بنسميه a paper اللي هي المقاله. طبعا what is an essay، اول حاجه ما هو تعريف الايساي المقال؟ طبعا it is a short piece of writing، هي نوع من الكتابه، that gives the author's own argument، اللي بيعطي طبعا نقاش المؤلف الشخصي، about a single subject، على خد بالك single subject يعني one subject يعني موضوع واحد بس، or theme برضو معناها موضوع. it can be formal or informal، ممكن يبقى مقال رسمي، ممكن مقال غير رسمي. نوصل تاني حاجة ل parts of an essay، أجزاء المقال، هو شبيهة بأجزاء الباراجراف طبعا، لأن الإيساي عبارة عن إيه، مجموعة باراجرافات مع بعض بنسميها إيساي المقال. number one the topic sentence أو thesis، thesis دي أو topic sentence اللي هي جملة الافتتاح. طبعا it tells the reader، بتبلغ القارئ، the main idea of the essay، فكرة رئيسية للمقال. the first sentence contains، الجملة الأولى تحتوي على the hook. hook دي معناها a sentence، جملة that attracts the reader's interest، جملة بتجذب أو تلفت انتباه الإيه القارئ، يبقى عبارة بتكتبها عشان تخلي الشخص اللي بيقرأ المقال يهتم بيه. the thesis is a sentence، والthesis ده عبارة عن جملة، or two أو اتنين، about the argument بخصوص موضوع النقاش، you are going to make موضوع النقاش اللي انت هتتكلم عنه. تاني جزء في الإيساي bulk أو middle أو body، عارفين body British body American، يعني يا ولد يعني مش معناه جسم بقى، معناه موضوع المقال. طبعا it develops بتطور أو بتشرح، analysis بتحلل، and provides evidence وبتقدم دليل، of your thesis عن thesis اللي هي ايه الجملة الافتتاحية اللي انت كتبتها في الاول. A transition words الكلمات الانتقالية، يعني كلمات انتقالية يعني كلمات بحطها في وسط الموضوع كده تربط الجمل ببعضها، زي مثلا therefore لذلك، because since وهكذا. في طبعا transition words بتبقى سببية وفي نتيجة وهكذا. create طبعا transition words دي مالها، create clear connection، بتخلق clear connection ارتباط واضح between sentences بين الجمل، يبقى هي بتربط بين الجمل وتدي معنى قوي لها. number 3 الجزء الثالث closing
عارفين closing أو conclusion paragraph اللي هو الباراجراف الختامي. طبعا it is the final paragraph اللي هو الباراجراف النهائي in the essay في المقال. It summarizes بيلخص the whole essay بيلخص المقال كله and ends with impactful sentence. وطبعا بينتهي بimpactful sentence جملة بنسميها احنا moral. impactful sentence يعني جملة مؤثرة. to give the reader a final impression عشان تعطي القارئ انطباع اخير. يبقى بحط في الاخر جملة كده اسمها بنسميها impactful sentence يعني جملة مؤثرة زي moral كده يعني درس من الايه من المقال. وصلنا بقى الى types of the essay اللي هي اجزاء او سوري انواع الايسي المقال. هي نفس انواع الباراجراف. اول حاجه ديسكريبتيف ايسي اللي هو الباراجراف الوصفي. It describes زي ما قلنا قبل ايه بوصف مكان object شيء or an event حدث. It paints بيرسم a picture بيرسم صوره. Through words من خلال كلمات to involve readers find senses عشان تشمل حواس القارئ الخمسة زي ما قلنا touch و taste و smell و sight وهكذا. Number two narrative اسي مقال روائي قلنا it tells a story بيحكي قصة or an incident أو حادث or event حدث مهم or an account of a person's life أو سيرة حياة شخص أو قصة حياة شخص during a period of time خلال فترة من الوقت. Number three expository. وعارفين expository اللي هو ايه الباراجراف التفسيري او الشرحي. It gives information عارفين بيدينا معلومات directions اتجاهات instructions توجيهات it to explain something happens عشان يشرح حاجة بتحصل. It contains words like first then next final. Number four عارفين طبعا persuasive وpersuasive اللي هو الإقناعي. It tries to convince قلنا convince بتساوي persuade يقنع بتحاول تقنع the reader القارئ of a particular idea بفكرة معينة opinion of something رأيه في شيء. It gives reasons وبيدي طبعا أسباب that support the main idea بيدي أسباب اللي بتدعم الفكرة الرئيسية. وصلنا إلى بقى qualities of an essay. qualities أو characteristics اللي هي سمات أو خصائص المقال. مقال الكويس لازم يبقى شكله ايه؟ اول حاجه لازم يتميز بحاجه اسمها كوهيرنس. كوهيرنس اللي هو التماسك يعني it should be organized logically لازم يترتب منطقيا. يعني ابدا مثلا لو بكتب عن التلوث مثلا يبقى هبدا بالاسباب ابدا بالتاثيرات النتائج الحلول وفي النهايه راي الشخص بالاسم تسلسل منطقي. it should make sense to the reader لازم يعطي معنى للقارئ ما توهوش يعني. It should ensure smooth procession of ideas لازم يبقى فيه تسلسل افكار طبعا smooth يعني مرنه وماشيه بسلاسه يعني. يعني التسلسل ايه سلس للايه للاحداث. تاني حاجه زي ما احنا عارفين correctness الدقه. الدقه يعني كتابتي تكون grammatically correct. It should be written لازم يكتب in a correct standard English مستوى انجليزي مميز with complete sentences بجمل كاملة and be free of errors وخالي من errors الأخطاء especially grammatically وspelling طبعا spelling والgrammar. Number 3 emphasis التأكيد important ideas عارفين important ideas الأفكار المهمة should be placed يجب أن توضع at the beginning or at the end of the essay يبقى الأفكار المهمة لازم أحطها في أول الإيسي المقال أو في آخر الإيسي. Number 4 unity الوحدة. Every paragraph should be related to the main idea. يعني مثلا بكتب عن البطالة يبقى لازم كل باراجراف له علاقة بموضوع اللي هي التوبيك سنتنس اللي هي البطالة. Number 5 focus التركيز. It should have a clear idea. لازم يبقى فيه أفكار واضحة. Each paragraph should have a clear topic sentence. وكل باراجراف يبدأ بجملة موضوع واضح. يعني أول باراجراف بكتب فيه الانترودكشن المقدمة بعرض الموضوع. هكتب في الباراجراف التاني مثلا أسباب المشكلة يبقى لازم أقول أنا هتكلم عن أسباب دي التوبيك سنتنس بتاعة كل باراجراف. وصلنا الآن بقى إلى إيميل رايتنج. وعارفين إيميل رايتنج اللي هو الإختصار كلمة إلكترونيك ميل اللي هو البريد الإلكتروني.
فكأنه احنا بنكتب الايميل بدأ فوق خالص on the top corner on the top left corner على الجانب الايسر في الشمال، كان بنكتب اول حاجة from. from دي بتبقى عايدة على ايه؟ عايدة طبعا عارفين على the sender الراسل. يبقى انا بكتب مثلا ايميل لصاحبي بكتب هنا from احمد البرماوي، زي ما ادي السندر ايه معناه ايه، ذا ايميل ديسبلايز الايميل لاين لازم ديسبلايز بيعرض ذا بيرسون ذا نيم بيفور هيز ادرس. عارفين بقى كاتب هنا في نمبر اقول في ايه طبعا سندر الراسل، وبعدين او سوري بكتب فروم وهروح كاتب احمد البرماوي ات واسم والايميل بتاعي بادئ طبعا بعلامه ات اللي هي بتاعت الايميل. تاني حاجه ذا ريسيبانت، وريسيبانت بكتب تو عايد على ايه بقى؟ ريسيبانت المرسل اليه. يبقى انا بكتب ايميل مثلا لاخويا السيد بقول ليه تو سيد، بكتب مثلا لصديقي بقول تو احمد وهكذا. يبقى هنا التو دي تو ريفيرز تو ذا ريسيبانتس ايميل، يبقى بكتب اسم الشخص وبرده جنبها ات وثم الايميل. بعد كده السبجكت الخانه الثالثه على الشمال بتبقى السبجكت اللي هو ليه الموضوع، يعني بكتب كده هو الاول فروم زي احنا عارفين، وراها تو لو فاكرين، وراها سبجكت اللي هو ايه الموضوع. الموضوع ده it tells the recipient what the email is about، ببلغ recipient المتلقي الايميل ان الايميل بتاعي بخصوص موضوع كذا. وعارفين بعد كده بنخش على greeting او openers او salutation اللي هي التحيه. The greeting should match the subject of the email، يعني يعني بقول دير لو صاحب صاحبي بقول دير احمد دير علي دير محمد، لو شخص ما اعرفوش بقول دير مستر او دير مسز او دير مدام او دير دكتور وهكذا. يبقى لازم هنا يدي الحياه الفورمال بقى، لو اكتب لشخص فورمال رسمي لازم اقول مستر فلان مس فلان وهكذا. بعد كده بودي اوف ذا ايميل اللي هو موضوع الايميل، طبعا الموضوع لازم كونفيز يعني بينقل ذا مسج اوف ذا ايميل رساله الايميل، وافويد ابريفيشنز ان فورمال ايميل. طبعا في لغه اسمها اللغه الرسميه، منها ما اكتبش اختصارات طبعا، لازم اكتب ايه؟ بكتب صيغه رسميه. اخر حاجه طبعا سيجنتشر، هي في كلوزنج قبلها كمان، كلوزنج اللي هي الخاتمه زي الليتر كده زي اما السيجنتشر التوقيع او ساين اوف اللي هي امضاء الراسل اللي هي فورمال ايميل هاز. لو خد بالك لو ايميل رسمي هيبقى تحت هيبقى سندرز بوزيشن مكانته مثلا برنسبل مدير ونيم اوف كومباني اسم الشركه، وبعدين كومبانيز لوجو اند ادرس عنوان الشركه وايه واللوجو الشعار بتاعها. وصلنا يا شباب الى اهم حاجه في الفيديو بقى اللي هي تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. هو طبعا الرايتنج بي اختياري، دي هنوريكوا ازاي الرايتنج بي اختياري. يبقى لازم التعبيرات اللي خدناها ورا في الشرح لازم تتحفظ. اول سؤال مثلا بقول how many paragraphs are there in an essay، كم paragraph موجود في الاسي المقال؟ المقال بقى فيه كم paragraph؟ طبعا letter c 3 paragraphs، 3 اللي هو ايه opening او topic وبودي واخر حاجه conclusion الختم. Number two. We call the first paragraph in a formal essay. بنسمي الباراجراف الأولاني في المقال الرسمي introduction hook beginning closing. طبعا واضح letter A introduction paragraph المقدمة أو الافتتاحية. Number three. We call the last paragraph in a formal essay. بنسمي الباراجراف الأخير إيه؟ هل هو introduction hook beginning conclusion طبعا conclusion paragraph أو concluding paragraph. Number four. We call the paragraph where the key words are developed and explained، حيث الكلمات الرئيسية are developed نطورها and explained ونشرحها. هل هي body ولا introduction ولا conclusion ولا hook؟ طبعا عارفين تمام بودي اللي هو طالما في ديفلوب تطوير واكسبلين شرح يبقى بودي باراجراف الشرح او باراجراف اللي هو باراجراف الموضوع. نمبر 5 هاو ميني باراجرافس هاو ميني بودي باراجرافس شود ا فورمال اي سي هاف، كام بودي باراجراف يعني كام باراجراف نشرح فيه؟
تبقى واضح بقى 1 2 3 4. طبعا ال 3 افضل حاجه، الاسم المقال كويس بيبقى 3، ممكن بقى اكتر من كده بكتير يعني، بس ال 3 هو الايه المناسب. نمبر 6، هاو ميني topics should a paragraph cover؟ كم عدد الموضوعات التي يغطيها الباراجراف؟ هل 1 2 3 4؟ طبعا 1 topic موضوع واحد، الموضوع واحد وبيبقى ايه طبعا باراجرافات مختلفة. نمبر 7، which paragraph tells a story؟ اي باراجراف بيحكي لنا قصة؟ descriptive persuasive expository ولا narrative؟ طبعا واضح طالما بيشرح قصة يبقى narrative، حرف narrative اللي هو ايه narrative اللي هو رواية. نمبر 8، a transition is، خلينا حاجة اسمها transition words، كلمات انتقالية أو كلمات الربط يعني، هل هي signal words that help organize a paragraph ولا a series of sentences about one main idea or point ولا reasons examples that support the main idea ولا when you go to bed switch off the lights؟ طبعا واضحة letter A اللي هي طبعا signal words، هي كلمات إرشادية that help organize a paragraph، بتساعد على ربط الباراجراف أو تنظيمه. نمبر 9، we separate paragraph by، بنفصل بين الباراجراف والتاني ازاي؟ by a or an space indent comma period. تمام، very good. indent اللي هي الهامش او السبيس، المسافه اللي بنسيبها في اول باراجراف كده، عارفين لما بنكتب باراجراف ما ببداش من اول سطر، بروح سايب مسافه كده وابدا اكتب، بدي اسمها ايه indent. نمبر 10، what is used to separate the two parts of an email address؟ اللي بيفصل وسط الايميل ادريس، عارفين ما يكتب ايه؟ ما بكتب احمد at، اللي هي العلامه اللي قدام دي اسمها at، at مثلا yahoo.com at hotmail.com وهكذا. نمبر 11، 2 is to rewrite another writer's words into your own language، هو كتابة كلمات كاتب بأسلوبك الشخصي، دي اسمها paraphrase ولا summarize ولا conclude ولا include. طبعا paraphrase اللي معناه يعيد صياغة، يعيد صياغة، أنا بجيب كلمات كاتب وأعيد صياغتها بطريقتي. نمبر 12، your attention grabber، عارفين الجرابر اللي هي is also known as، جرابر يعني الملفت للنظر او لافت للانتباه، بتساوي ايه بقى؟ introduction hook beginning conclusion، عارفين hook اللي هي sentence جملة بنكتبها بالintroduction، to attract attention للفت انتباه او جذب ايه الانتباه، او grab attention جذب الانتباه. number 13، you can send with an email، اقدر ابعت من الايميل sms stamp attachment letter، طبعا واضح attachment حتى بنسميها email attachment يعني مرفق بريد الكتروني. number 14، in email message في رسالة الايميل the line أنهي سطر فيهم is where you type the address of the recipient، بكتب فيها عنوان المستقبل، هل هي from to؟ طبعا واضحة to يعني إلى، يعني الشخص اللي أنا بكتب له. number 15، which of the following is a formal closing of an email، أي جملة دي هي formal closing يعني خاتمة رسمية للإيميل، باي ولا سي يو ولا جود باي ولا سنسير؟ دي طبعا واضح سنسير لأن دي كله formal informal، حاجة غير رسمية، ما واحد صاحبه يقول له باي 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 جود باي سي يو وهكذا. number 16، writing explains things، أنهي نوع من الكتابة explain things بتشرح الأشياء، هل هي descriptive ولا persuasive ولا expository ولا narrative؟ طبعا expository اللي هي تفسيري أو شرح. number 17، an essay is، المقال هو signal words ولا a series of sentences ولا، فتحة طبعا هي a series of things يعني سلسلة من sentences الجمل، about one main idea or point. number 18، essay gives the reader a mental image، بتعطي القارئ a mental image يعني صورة عقلية of a person a place event or idea، هل هو descriptive ولا persuasive ولا expository ولا narrative؟ طبعا معروف descriptive لأن descriptive الوصفي، بدي وصف وبديك image صورة للحدث.